السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع رائع، مجرد ان انت تديله البرومت يبدأ يعمل لك فيديو بالتفاصيل الرهيبة اللي انت شايفها دلوقتي. كل عليك بس ان انت هتكتب له اللي انت عايز ايه، مجرد بس تكست. طيب هعمل لوج ان. طبعا انا بستخدم حساب مجاني فبيديني تقريبا 3 4 ثواني. هتلاقي امكانية ان انت تعمل الفيديو من خلال التكست. ممكن تيجي هنا بقى تقول له انت مثلا عايز ايه، وليكن مثلا كيوت كات، طيب بيديك بقى اختيارات. مثلا تقول له انا عايزها كليجو، كعايزها تقدر تشوف ايه الاختيارات اللي موجودة هنا، تمام، عشان يقوي لك البرومت بتاعك. هنا ممكن تكون انت في فيديو او صورة عجباك ليها رقم معين فبتديله الرقم دوت. انت عايز 2 ولا 4 ثواني، عايز الاسبكت ريشيو هل تبقى مثلا 1:1 ولا 16:9 وهكذا. ممكن تخليها ووتر كولر مثلا او ليجو او بلور باك جراوند زي ما انت عايز، وقول له كريت. يبدأ بقى يشتغل على البرومت اللي انا اديته له. دلوقتي ظهر الفيديو 4 ثواني، بس في حركة اهيت وهكذا. يعني ممكن يكون عندك قصة معينة فتبدأ تعمل كل مثلا 4 ثواني. طبعا لو بفلوس بيبقى تقعد دقايق بقى براحتك، وتعمل قصة معينة بمثلا أرنب وسلحفاة والقصص دي كلها. طبعا وانت بتعمل فيديو لو غيرت الاختيارات ديت هتطلع لك صورة مختلفة تماما. يعني ممكن تطلع لك حاجة على هيئة ليجو، حاجة على هيئة مثلا ووتر كولر. هبدأ أجرب إن شاء الله الحاجات دي بإذن الله.